الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء في اللو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب ما جاء في اللو، أي ما جاء فيها من الوعيد الشديد والتحذير، وأن استخدام اللو في المصائب أو النكبات يعد من أعمال أهل الجاهلية ومن صفات أهل النفاق. ولهذا أورد رحمه الله تعالى آيتين، قول الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقول الله عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وكل من الآيتين تتعلق بأهل النفاق، و الإتيان بلو في معارضة القدر ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال التوحيد الواجب. فالموحد صادق التوحيد، صادق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يعارض الأقدار بلو: لو أني كذا، لو أني لم أفعل كذا، فإنها لا تنفعه شيئا، وهي في الوقت نفسه تفتح عليه كما سيأتي معنا عمل الشيطان، أي أن هذا مدخل يكون للشيطان عليه لإضعاف إيمانه وتوهية دينه وإيقاعه في أمور لا يحمد عاقبتها. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك، أي في أمور دينك ودنياك، كن دائما حريصا على النافع المفيد لك في أمور الدين وفي أمور الدنيا، أمور الدين التي بها رفعة درجاتك عند الله عز وجل وعلو منازلك، وأمور الدنيا التي فيها تحقق مصالح معاشك في هذه الحياة. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ولهذا ينبغي أن يكون المرء حريصا على ما ينفعه في دينه ودنياه، ما ينفعه في دينه ودنياه. وهذا الحرص على النافع، الحرص هذا عمل من أعمال القلوب، هذا الحرص الذي يقوم في القلب هو الذي يولد العزيمة، يولد الهمة، ويولد أيضا المجاهدة للنفس على الاتيان بالعمل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي كن معتمدا
في كل ذلك على الله، مفوضا أمرك إليه سبحانه وتعالى، راجيا توفيقه ومعونته وتسديده. وقد اتفق أهل العلم أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلا إليه، والخذلان أن يوكل المرء إلى نفسه. فأفاد الحديث أن الواجب على المسلم أن يحرص على ما ينفعه بأخذ الأسباب النافعة المفيدة في أمور الدين والدنيا، وأن يكون في ذلك كله مستعينا بالله طالبا عونه. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من بيوتنا لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن نقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خروجنا من البيت لمصلحة دينية أو دنيوية هذا داخل تحت قوله ماذا؟ احرص على ما ينفعك. وقولنا عند الخروج بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الاستعانة، استعن بالله كما قال الله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة غاية والاستعانة وسيلة، لا تتحقق الغاية الحميدة العظيمة إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة من الحديث، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هي من تمام الإيمان بالقدر، هي من تمام الإيمان بالقدر. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن القدر قال له الصحابة أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال بل فيما قدر وقضي. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا هذا مثل قوله احرص على ما ينفعك، اعملوا أي اعمل بمجاهدة النفس كل ما فيه نفعك وصلاحك واستقامة أمرك، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا فيه الاستعانة، هذا فيه الاستعانة، طلب العون من الله سبحانه وتعالى. فمن تمام الإيمان بالقدر أن يحرص المرء على ما ينفعه وأن يكون دائما مستعينا بالله سبحانه وتعالى. قال ولا تعجزا، قال ولا تعجزا، لا تعجزا من العجز، وهذا قوله لا تعجزا ما متعلق بقوله احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك أي دع عنك العجز، دع عنك الكسل، دع عنك التواني، دع عنك التسويف والتأجيل، احرص على ما ينفعك. كنا هماما، كنا كيسا، كنا ذا جد واجتهاد في طلب النافع والمفيد، فقوله ولا تعجزا هذه متعلقة بإحرص على ما ينفعك. قال ولا تعجزا أي كن حريصا على النافع بدون عجز، بدون عجز. إذن العجز هنا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام متعلق بالمأمور، لأن عندنا شيئين، عندنا عجز وعندنا جزع، كل من الأمرين تضمن الحديث النهي عنهما. العجز عن المأمور، والجزع عند حصول المقدور. فالحديث كما سيأتي معنا قال قل قدر الله ما فعل، لا تجزع عند حصول المقدور، لا تجزع، وإنما قل
قدر الله وما شاء فعل. فالحديث تضمن عدم أو النهي عن الجزع فيما يتعلق المأمور، العجز فيما يتعلق المأمور، والجزع فيما يتعلق بالمقدور. قال ولا تعجزا وإن أصابك شيء. الآن الإنسان الحريص الذي رتب أموره ومشى بروية ونظر في الأمور ما يأمن، قد يصيبه شيء يكون قدره الله سبحانه وتعالى عليه. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. وهذه الكلمة هي موضع الشاهد، وهذا الموطن هو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة. قال لا تقل لو، نهى عن قول لو في أي مقام؟ مقام المصيبة، مقام المصيبة البلية التي تصيب العبد. قال لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. وهذه تأتي على بعض الناس، يعني مثلا دخل تجارة ففشلت، قال لو أني ما دخلت في هذه التجارة وأطعت فلان قال لي افعل كذا وكذا، لو أني أطعته لكان خيرا لي. أو مثلا سار في طريق وصار له حادث، حصل له حادث فينفت عليه هذا الباب، لو أني ما ذهبت من هذا الطريق كان الطريق الفلاني أيسر وأحسن. وهكذا تأتي على ألسنة الناس في المصائب، تأتي على ألسنة الناس في المصائب. فقال لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا ماضي على منهج نبوي عظيم سبق الإشارة إليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينهى عن شيء يذكر ماذا؟ البديل، يذكر البديل الصحيح، البديل النافع. قال لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، كأن قائلا قال إذا ماذا نقول، ما الأنسب في هذا المقام؟ فبين عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل، وهذا من نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وأيضا ضبطت قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قضاء وقدر، وقضاء الله نافذ. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا ما فائدة لو، إذا حصلت المصيبة ما فائدتها؟ المنافقون لما قالوا لو في مقامين ذكرهم الله في القرآن مرة معنا، قال عز وجل قل فادروا عن أنفسكم الموت، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. القدر إذا جاء فهو نافذ لا محالة، مهما كان حسن تدبير المرء. إذا وقع القدر لا تنظر إلى حسن تدبيرك، لا تقول لو أني خططت، لو أني رتبت، لو أني، هذا كله من عمل الشيطان. قل قدر الله ما شاء فعل، حقق الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى. عندنا الآن أمر بأن نقول قدر الله وما شاء فعل، هذا في المصائب. وعندنا أمر أن نقول، أمر في أول الحديث احرص على ما ينفعك، فالحرص على ما ينفع يطرد العجز، وقول قدر الله ما شاء فعل يطرد الجزع. فتضمن الحديث الأمرين، السلامة من العجز والسلامة من الجزع. ولكن قل قدر الله
وما شاء فعل، أي هذا بقدر الله، وما قدره الله كان لا محالة مهما فعل العبد. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان بمعنى أن لو مدخل من مداخل الشيطان على قلب الإنسان ليبث فيه حزنا، ليبث فيه ألما، ليبث فيه حسرة، ليبث فيه أفكارا رديئة، ليبث فيه تسخطا. تفتح هذه الكلمة لا يستهين بها المرء، لو إذا قالها عند المصيبة فتحت باب الشيطان، تفتح عمل الشيطان. عمل مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد المضاف يفيد العموم، يعني ليس هو عمل واحد، أعمال كثيرة للشيطان ينفذ من خلال هذه الكلمة إلى الإنسان فيريده المهالك، يريده المهالك. لو تفتح عمل الشيطان، والذي أرشدنا إليه عوضا عنها أن نقول ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل. إذا كانت لو تفتح عمل الشيطان، فإذا قلنا قدر الله وما شاء فعل هذه ماذا تفتح؟ انتبه الآن، لو إذا قال الإنسان في المصيبة فتحت عمل الشيطان، لكن إذا قال قدر الله ما شاء فعل هذه ستفتح له ماذا؟ أبواب الخير، أبواب الرحمة، أبواب المعونة، أبواب التوفيق، أبواب السلوة في مصابه، أبواب السلامة من الجزع، تفتح له أبواب عظيمة من الخير، قدر الله ما شاء فعل. وإذا قال لو ذهبت عنه تلك ودخل عليه عمل الشيطان وأضر بنفسه، لو عند المصيبة لا تقدم للمرء نفعا في دنيا، وأيضا يترتب عليها مضرة في دينه، يترتب عليها مضرة في دينه، لأنها تفتح عليه عمل الشيطان وهذه مضرة على الإنسان في دينه. فهو إذا قالها لا تنفعه، لا يتحقق بها أي مصلحة في دنيا، وأيضا لا يتحقق له بقولها السلامة، لأنها تفتح عليه عمل الشيطان من ضعف الإيمان ونقص التوحيد والدخول في الأفكار الرديئة التي لا حد لها. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. قال فيه مسائل: المسألة الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، أي قول الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقول الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ومر معنا أن الله عز وجل ذكر هذا من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. نهم. قال رحمه الله: الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء. نعم، النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، لأن النبي قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو، فهذا نهي صريح عن أن يقول المسلم لو عند المصيبة، المصيبة لا يقول لو. نعم، يجوز أن تقول لو في مقام آخر، مقام تمني الخير، مقام بيان العلم وإيضاح المسائل العلمية، مقام المفاضلة بين الأعمال، يصح أن يقول لو، ولا تفتح عليه مثل قولها في المصيبة عمل الشيطان. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. قال رحمه الله: الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. نعم، تعليل النهي لا تقل لو لأنها تفتح عمل الشيطان، هذه العلة، لأنها تفتح عمل الشيطان، يعني مدخل مداخل الشيطان على الإنسان في أضعاف إيمانه وتوهية دينه والإخلال أيضا بإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الإرشاد إلى الكلام الحسن هذا هدي نبوي، يعني مر علينا، مر أمثلة عليه كثيرة. لما ينهى عن عمل سيء أو قول سيء أو تصرف سيء يذكر عليه الصلاة والسلام البديل الحسن، فهذا هدي مبارك مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، الإرشاد إلى الكلام الحسن، يعني عند ما ينهى المرء عن قول ماذا سيء، لما ينهى عن قول سيء، عن قول ينافي العقيدة أو ينافي كمال العقيدة، ينبه على القول المناسب. فإذا لما يقال للإنسان لا تقل لو عند المصيبة، لا تتركه هكذا، قل له ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، قل قدر الله وما شاء فعل، لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله وحده، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. نعم، الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، هذا في بذل الأسباب، واستعن بالله هذا فيه التوكل على الله، توكل على الله، وهذان بذل السبب والتوكل على الله هما من تمام الإيمان بالقدر، من تمام الإيمان بالقدر، يفعل السبب ولا يعتمد على السبب، لأن الاعتماد على السبب خذلان وحرمان، ويتوكل على الله ولا يعطل السبب، بل يفعل السبب مستعينا بالله معتمدا عليه متوكلا عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. ضد ذلك أي ضد الحرص على النافع وضد بذل الأسباب النافعة المفيدة العجز. قال: ولا تعجزا، يعني كن حريصا عن النافع واطرد عن نفسك العجز والكسل. وفي قد جاء في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من العجز ومن الكسل. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ثم قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. النهي عن سب الريح أي عندما تهب الرياح وتأتي العواصف، عندما تشتد، عندما تشتد الرياح وتشتد العواصف، ربما أيضا حملت ترابا، قد يرى الإنسان ما يكره، قد يحصل له شيء من الأذى، قد يحصل له بعض الضرر في نفسه أو في شيء من ممتلكاته، هذا قد يحصل. فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن سب الريح، النهي عن سب الريح. الريح ما هي؟ مخلوقة لله، مدبرة، مأمورة، مرسلة، أرسلنا الرياح، الذي يدبرها يرسلها هو رب العالمين، الذي يأمرها رب العالمين، هي مأمورة، تحركها بتدبير خالقها، تحرك الريح بتدبير خالقها سبحانه وتعالى. فإذا هاجت الريح وعصفت وربما ترتب عليها مضرة، لا يجوز للإنسان أن يسبها، لا يجوز للإنسان أن يسبها. فسبه للريح سب لمن؟
لمسخرها ومدبرها وآمرها سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا تماما في النهي عن سب الدهر. الدهر تقلب الليل والنهار، قال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر مقلب، وسبه سب لمقلبه، سب لمقلبه. الريح مدبرة مأمورة، سبها سب لمدبرها وآمرها سبحانه وتعالى. وهذا من نقص الإيمان وضعف التوحيد، ولأجل هذا أورد رحمه الله هذه الترجمة في كتاب التوحيد. قال باب النهي عن سب الريح، لأن الريح إنما تهب بأمر الله وتتحرك بتدبير الله وتسخيره، والله عز وجل هو الذي يرسل الرياح، وأرسلنا الرياح لواقح. ولا تأثير للريح في أي شيء يحصل من نفع أو ضر إلا بماذا؟ إلا بقدر الله، إلا بقدر الله، إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا عندما يعني جاء في الحديث عندما تهب الرياح أن نقول اللهم لاقحا لا عقيما، لاقحا لا عقيما، أرسلنا الرياح لواقح، لأن الريح إما لاقح وإما عقيم. واللاقح هي التي ينزل على إثرها المطر، والعقيم هي التي لا نفع فيها أو ربما فيها المضرة أو ربما فيها العقوبة. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. قال باب النهي عن سب الريح. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، وهذا نهي صريح عن سب الريح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الريح، وهذا يدل على أن سب الريح حرام وباب من أبواب الإثم. لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قوله لا تسب الريح، سب الريح متى يحصل؟ عندما يرى الإنسان ماذا؟ ما يكره. عندما يرى الإنسان ما يكره، تضرر في بدنه أو في شيء من ممتلكاته، ربما لضعف إيمانه ونقص دينه سب الريح التي حصل هذا الضرر بتحركها وعصفها. قال لا تسب الريح، عندما يرى الإنسان ما يكره بسبب الريح ربما تثور نفسه لأن يسبه. قال لا تسب الريح، إذن ماذا يقول المسلم؟ هذا مثل ما مر معنا ينهى ويدل إلى الأحسن الأرشد، لا تسب الريح. إذن ماذا يفعل المسلم إذا رأى ما يكره؟ قال فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قوله في الحديث في التعوذ والدعاء ما أمرت به، هذا يوضح علة النهي عن سبها، لأنها ماذا؟ مأمورة. لهذا جاء في حديث آخر قال لا تسب الريح فإنها مأمورة، هذا علة النهي. مأمورة أي أمرها الله، أمرها الله سبحانه وتعالى، أرسلها سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يسب الريح، بل الواجب إذا رأى ما يكره أن يلجأ إلى الله، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. الريح فيها خير عظيم ونفع، ويعني فوائدها لا يحصيها العباد، ونفعها للعباد لا تحصى، في سلامة أبدانهم، قوة أجسادهم، صلاح زروعهم، نزول الغيث والأمطار،
أرسلنا الرياح لواقح، فيها منافع عظيمة جدا. نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح. أيضا يتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها، أي ما فيها من عقوبة أو نقمة أو غير ذلك، وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فيكون المسلم في هذا المقام وفي كل مقام ملتجئا إلى الله عز وجل، داعيا سائلا متعوذا. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح. قال: فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح، وهذا صريح في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح. نعم. قال رحمه الله: الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، أي بسبب عصف الرياح وشدتها، وهو أن يقول: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم. قال رحمه الله: الثالثة إذا قالت إذا سب الريح، هذا نقص في توحيده، هذا نقص في توحيده. وإذا دعا، هذا من كمال توحيده، هذا من كمال توحيده، لأن المؤمن الموحد إذا أصابه ما يكره ماذا يفعل؟ يفزع إلى الله، يلجأ إلى الله بالدعاء والتعوذ. فإذا سب الريح، هذا من نقص التوحيد، وإذا لجأ إلى الله، هذا من كمال التوحيد وحسن الإقبال على الله. نعم. قال رحمه الله: الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الإرشاد إلى أنها مأمورة، هذا أخذه من قوله: ما أمرت به، وهذا جاء في بعض الأحاديث: لا تسب الريح فإنها مأمورة. وهذا فيه علة النهي، علة النهي عن سبها لأنها مأمورة، فسبها سب لآمرها. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، لقوله في الحديث: وخير ما أمرت به، وفي التعوذ قال: وشر ما أمرت به. فهي قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، ولهذا أمرنا بسؤال الله ما أمرت به من خير، والتعوذ بالله مما أمرت به من شر. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان وجوب حسن الظن بالله، وأن المؤمن صادق الإيمان لا يظن بربه إلا خيرا. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وجاء أيضا في لفظ: فإن ظن خيرا فهو له، وإن ظن شرا فهو له. فالمؤمن صادق الإيمان لا يظن بربه إلا خيرا، وهذا من واجبات التوحيد حسن الظن بالله. ولأجل هذا أورد هذه الترجمة في كتاب التوحيد، أن من واجبات التوحيد أن تحسن الظن بالله. وحسن الظن بالله هو فرع حسن المعرفة بالله، حسن الظن بالله هو فرع حسن المعرفة بالله، لأن من عرف الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا وفضله وسعة رحمته وسعة جوده سبحانه وتعالى ووعوده لعباده المؤمنين بالتوفيق بالرحمة بالتأييد بالتسديد بالنصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه المعرفة بالله عز وجل تولد في القلب حسن ظن بالله،
وحسن الظن بالله يولد أيضا في العبد حسن الإقبال على الله والطمع فيما عنده سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة عقدت لبيان ذلك، باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الآن ارتبط بالجاهلية ظن غير الحق بالله، وعلى الضد من ذلك تماما ارتبط بالإيمان الصادق ماذا؟ حسن الظن بالله. ارتبط بالإيمان الصادق حسن الظن بالله. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن الجاهلية كان مما أو كان من جاهليتهم الجهلاء سوء ظنهم بالله، مثل ما سيأتي معنا ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الظانين بالله ظن السوء، فظن السوء هذا من صفات الكفار ومن صفات المنافقين. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن من الجاهلية الجهلاء ظن السوء بالله، ظن غير الحق بالله. ومن ذلك ماذا؟ أن يظن المسلم بالله ألا ينصر المؤمنين، ألا ينصر المؤمنين، ألا يمكن لهم دينهم. الله جل وعلا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فمن به جاهلية أو من هو من أهل الجاهلية يظن هذا الظن، يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ذلكم قول المنافقين يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. فإذا ظن الجاهلية نوع من التكذيب بالقدر في هذا الباب، ظن الجاهلية نوع من التكذيب بالقدر في هذا الباب. والمؤمن يؤمن بأقدار الله ولا يظن بربه إلا خيرا، حتى إذا أصابته، حتى لو أصابته المصيبة لا يظن بربه إلا خيرا. ولهذا المؤمن عندما تصيبه المصيبة يرجو فيها ماذا؟ أجرا، ويحتسب ثوابا وتمحيصا ورفعة عند الله وعلو منازل يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله وبقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلكم في قلوبكم وظننتم ظن السوء، وظننتم ظن السوء. هذا ظن المنافقين وظن المشركين. أما المؤمن فلا يظن بربه سبحانه وتعالى إلا خيرا. نعم. قال رحمه الله وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في صفة المنافقين. قال في سورة الفتح ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء، أي الذين يتهمون الله في حكمته سبحانه وتعالى وفي أقداره، ويظنون بالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لا ينصرون على أعدائهم، كما سيأتي تفسيرها بذلك عند ابن القيم. قال الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا الوعيد من أشد الوعيد، من أشد الوعيد هذا الوعيد. توعدهم بماذا؟ قال عليهم دائرة السوء
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وظن السوء أيضا من أسباب الهلاك والردى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ظن السوء هلاك من أسباب البوار. وقد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله. ثم تلا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فسوء الظن بالله يفضي بالإنسان إلى الردى والهلاك، وحسن الظن بالله يورث الإنسان أو يثمر للعبد المقامات الرفيعة والمنازل العالية وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أعد. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ثم نقل رحمه الله تعالى عن ابن القيم رحمه الله في تفسير الآية، في تفسير قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. فابن القيم رحمه الله يقول: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، يظنون بالله غير الحق، مع أن الله عز وجل وعد رسوله بأن ينصره وأن يعلي دينه وأن يظهره على الدين كله. قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ففسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمره سيضمحل. هذا ظن الجاهلية، ظن المنافقين، ظنهم بمن؟ بالله عز وجل، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
وفسر أيضا بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، لا لم يكن بقدر الله وحكمته. وهذا استفاد من هذا التفسير أستاذ من قوله هل لنا من الأمر من شيء؟ هل يقول مثل هذا الكلام عند المصيبة إلا من يطعن في القدر ومن يكذب بالقدر ويطعن في الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى؟ ففسر أيضا بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. هذا توضيح لما سبق أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، أي إنكار للحكمة وإنكار للقدر. إنكار للحكمة أي أن أفعال الله وتدابيره ليست عن حكمة، وإنما كما سيأتي عن مشيئة مجردة. هذا يعني من قول ما نفات الحكمة، ولهذا نفات الحكمة من أصحاب المذاهب الباطلة هم ورثت هذا المذهب الفاسد، إن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، والله وعد بذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، في سورة الفتح مثل ما مر، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. قال وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، غير ما يليق به سبحانه، وغير ما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. في آي كثيرة جدا وعد الله سبحانه وتعالى فيها نصر المؤمنين. إذن فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، يعني يظهر الباطل على الحق ويمكن للباطل إدالة مستقرة بحيث يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ثم يقول ابن القيم أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولهذا تجد على ألسنة بعض الناس يعني عند حصول مثلا مصيبة لشخص أو نازلة أو مثلا زوال محبوب له أو غير ذلك، يقولون فلان طيب والله ما يستحق هذا الذي حصل، فلان فيه كذا وفيه ما يستحق، هذا 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 من ظن السوء بالله. وما يدريك أن الله عز وجل ابتلاه بذلك لأمر خير أراده به، لأمر خير أم أراده به. في الجنة منازل لا تنال لا بصلاة ولا بصيام ولا غيرها من الطاعات، وإنما تنال بالصبر على اللأواء والبلاء والشدائد. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجبات حكمته وحمده ووعده الصادق. ولهذا مثل ما قدمت، حسن الظن بالله ثمرة حسن المعرفة بالله، حسن الظن بالله هو ثمرة حسن المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وموجبات حكمته وحمده سبحانه وتعالى ووعده الصادق. قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قال رحمه الله ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا،
فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك إلى أظنك ناجيا. نعم. قال رحمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. ثم أيضا يحلف مرة أخرى يقول: والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، وذلك بأن الخير في يده سبحانه وتعالى، وذلك أن الخير في يده سبحانه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. قال: فيه مسائل تفسير آية عمران، أي قوله يظنون بالله غير الحق. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية الفتح. تفسير آية الفتح أي قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء. وقد تقدم معنا شيء من الكلام على معنى الآيتين. نعم. قال رحمه الله: الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، لأن سوء الظن بالله ليس نوعا واحدا، بل أنواع لا تحصر، لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: الإخبار بأن ذلك أي سوء الظن بالله أنواع لا تحصى، أي أنواع كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. أنه لا يسلم من ذلك يعني سوء الظن بالله إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. معرفتين مطلوبتين هنا: المعرفة بالله، المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، والمعرفة بالنفس وأن مخلوقا لله طوع تدبيره سبحانه وتعالى، وأن الله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا هو خير له، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. الحاصل أن هذه الترجمة عظيمة جدا في باب التوحيد، وهي في الحث على حسن الظن بالله عز وجل، وأن حسن الظن بالله هو من واجبات التوحيد، وهو من ثمار حسن المعرفة بالله والإجلال له سبحانه وتعالى، والمعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأيضا المعرفة بوعود الله الصادقة، وعد الله للمؤمنين. ترى في القرآن آيات كثيرة فيها الوعد، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وعد عباده بالجنة، وعدهم بالرحمة، وعدهم بالمنة. ولهذا ينبغي على العبد أن يعتني بهذا الباب عناية عظيمة، وأن يحرص عليه حرصا شديدا، وأن لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وأحب أن أشير إلى أمر يتعلق بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يتعلق بزميلكم أحمد الكندي رحمه الله تعالى، الذي يقرأ أو يعرف قصته في اللحظات الأخيرة قبل الموت، وهي موجودة بصوته، وقد أشرت إلى أنه رحمه الله كان خرج مبكرا على عادة لصلاة الجمعة ماشيا متجها إلى هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في الطريق متواصلا مع أحد زملائه يرغبه في مثل هذا العمل، ثم انتقل للحديث عن الجنة، هذا كله قبل وفاة بلحظات، الحديث عن الجنة. ولما تسمع كلامه ما قال، ما تحاور به مع زميله
عن الجنة، وجاء بأبيات من ابن القيم في النونية عظيمة جدا في فضل الله عز وجل وإكرامه لعبده المؤمن وإعطائه الكتاب، يقول كتاب من الله العزيز الراحم، ويتحدث مع زميله، ثم سجل صوتية بلغته إلى مجموعة من زملائه يستحثهم على هذا المعنى. بعده بلحظات توفي، صدمته سيارة ومات، مات وأحسبه مات وهو رحمه الله تعالى حسن الظن بالله، حسن الظن بالله عز وجل. ومثل هذه المواقف، هو كان بينكم في هذا المجلس وجلس معكم يعني مدة طويلة في هذا المكان، فمثل هذه المعاني يعني ينبغي أن يكون لها أثر، وينبغي على الإنسان أن ينتفع بمثل هذه المعاني، وأيضا أن ينتفع بمثل هذا البيان في نصوص الشرع وحث النبي عليه الصلاة والسلام على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا سيما في إدبار الدنيا وإقبال الآخرة، ولا يدري الإنسان متى يفجأه الموت. ذاك الزميل العزيز رحمه الله لما كان يتحدث هذا الحديث ما كان يخطر بباله وهو يتحدث عن الجنة، وفرحا يضحك رحمه الله فرحا وهو يتحدث عن الجنة قبل وفاة بلحظات، ما كان يظن أنه بعدها بدقائق وليس ساعات، دقائق، أن منيته دنت. فأرجو الله عز وجل لنا أجمعين حسن التوفيق وحسن الختام وحسن الظن بالله وحسن العمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لأحمد ولنا وللمسلمين والمسلمات، إنه تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.